اسم زعفران مرتبط بمعتقد شعبي راسخ داخل المجتمع المصري وله علاقة بالسحر والأعمال والحاجات دي في فكرة المعالجات. هو بيدخل ضمن نسيج ضمن ورد الزعفران المية بتاعته بتدخل ضمن نسيج المعالجات المعالج الروحاني والحاجات اللي زي دي. يعني هي الحكاية كلها ليها علاقة بالسحر والمعتقد الشعبي. هي دي الاساس. هو ده الموسيقى. وعلى اساسه طلع نتاج اللوحات. من الكلام انا حطيت مسمى الزعفران كدلاله للحكايه، يعني ممكن الدلاله غير مباشره. يعني انا مش معني بالزعفران نفسها بالنبته. انا بتكلم على ان هي داخله ضمن فكره المعتقد، الافكار الجاليه اللي هي ليها علاقه بالمعتقد الغريب اللي ممكن الناس تستغله في حالة ضعفها الإنساني. يعني في حالة ضعفها الإنساني لما بتيأس في حالة معينة، ضغوط المشاكل الحياة الاجتماعية فبتضعف نفسيا، فممكن بتنهار يعني، فتتعامل مع الجانب الآخر من الحياة في المنطقة دي في المعتقد ده. يعني أنا بعمل المرأة بتعانيه. انا بظهر لو انت شايف في حاجات اللي هي فيها قهر او كده، لا هي يعني نوع من التواصل مش تعاطف، نوع من التواصل النفسي معاها في حاله ان هي بتتعرض لقهر نفسي. يعني هي بتتعرض لضعف حاله انسانيه من المجتمع بشكل عام. يعني اي حاجه بيعدوها على المرأة هي مرايه اي مجتمع انت بتشوفيه. بتشوفي مستوى المرأة في حياتها الاجتماعيه، حياتها يعني حياتها بشكل عام، مدى تقدمها بقى في مجتمعها ده على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، ان هي واخده حقوقها بشكل ما، ان هي بتتعامل بشكل كويس و فبتقول ان المجتمع ده في تقدم او في تطور. لو المراه في المجتمع مش واخده حقوقها وبتتعامل بدقاله وبتتعامل بقهر، يبقى المجتمع في تراجع. يعني